نتحول الآن إلى جائزة العطاء المتميز التي ستقدمها مؤسسة جائزة العطاء المتميز الأولى التي تقدمها مؤسسة يوحنا بولس الثاني. تتحد المحبة والعطاء والتفاني مع التكريم وعرفان الجميل والشكر من البشر جميعا إلى إنسان أعطى بلا حدود وخدم بلا قيود ولم يطلب أي مردود سوى محبة الله وخدمته في أبنائه البشر. في يوم سيصبح تاريخا عظيما، إنه يوم تطويب البابا يوحنا بولس الثاني، وقد قررت مؤسسة يوحنا بولس الثاني أن تطلق وأن تعلن إطلاق جائزة البابا للعطاء المتميز في هذا اليوم، ليصبح حدثا سنويا تكرم المؤسسة من خلاله كل من يتميز بالعطاء في خدمة الإنسان. فأي عطاء أكبر من عطاء من يبذلون حياتهم في سبيل تنظيم وتسهيل حياة إخوانهم في أصعب الظروف؟ أي عطاء أهم من عطاء من يوفرون الأمن والأمان للإنسان لكي يعيش حياته آمنا مطمئنا، ليلتفت إلى عمله وإبداعه، ليخدم بدوره مجتمعه ووطنه؟ إنه العطاء المتميز الذي قفز قفزة نوعية في فترة وجيزة يشهد لها العالم أجمع. إنه جهاز الشرطة الفلسطينية الذي انتقل إلى العمل المنظم والحديث في فترة قياسية في ظل إرادة وتوجيه قيادة سياسية حكيمة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس. اسمحوا لي أن أدعو باسم الأب إبراهيم فلتس رئيس المؤسسة في الشرق الأوسط، وباسمكم سيادة اللواء حازم عطلة قائد الشرطة الفلسطينية، ليتسلم جائزة العطاء المتميز الأولى تقديرا من المؤسسة لتلك الجهود الجبارة منه، ورسالة عرفان وتقدير إلى كل أفراد الشرطة المنتشرين في أنحاء الوطن ويسهرون على خدمة الإنسان أينما كان. والهدية هي عبارة عن مجسم شجرة الحياة مصنوع من الصدف من قبل طلاب برنامج تعليم الصدف في المؤسسة، فالعطاء يضرب جذوره في الأرض عميقا ليهب الحياة للناس تماما مثل شجرة الحياة. دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، الأب إبراهيم فلتس رئيس مؤسسة يوحنا بولس الثاني في الشرق الأوسط، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه ومع حفظ الألقاب. قال تعالى وهو أصدق القائلين: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العظيم. وجاء في الكتاب المقدس: بيوتهم آمنة من الخوف وليس عليهم عصا الله. الأمن والخوف أيتها السيدات أيها السادة
نقيضان لا يجتمعان أبدا، فلا أمن ولا سلام ولا حياة لخائف. ذلك أن الأمن هو الإحساس بالطمأنينة والشعور بالسلم والأمان، ليس على النفس والمال فقط، بل لابد أن يمتد هذا الشعور ليطال كافة الحقوق والحريات الأساسية التي تقرها الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وكذلك القيم المتجددة النابعة من روح العصر. فللأمن معنى شاملا لا ينحصر في المفهوم التقليدي الذي يحصره في القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة، لكنه يمتد لينظم كافة مناحي حياة الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. فالعمل لا يثمر، والحضارة لا ترتقي، والرخاء لا يعم إلا في ظلال الاستقرار، ولا استقرار بغير أمن وأمان، لأن الأمن والأمان هما عماد كل جهد بنيوي وتنموي. من أجل كل ذلك، وبتوجيهات من القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن، بادرت الشرطة بخطى واثقة ترسم طريقها نحو التميز والجودة الشاملة، مستخدمة قدراتها ومعارفها الذاتية، ومستعينة بأفضل الخبرات والمعارف الدولية للارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية المقدمة لشعبنا، لتكون لائقة بما يستحقه أهلنا بعد كل ما تعرضوا له. فكان الإنجاز بالحصول على أرقى درجات تقييم الأداء الذي لأجله كرمت الشرطة ولأجله تكرم اليوم. الحضور الكريم، إنه لشرف عظيم لجهاز الشرطة الذي أتشرف بقيادته ولي شخصيا أن أقف بينكم اليوم متسلما جائزة البابا يوحنا بولس الثاني للعطاء المتميز، شاكرا لكم هذه اللفتة الكريمة وهذه الجائزة القيمة، ومؤكدا أمام حضراتكم باسم كل منتسبي الشرطة فخرنا واعتزازنا بما نقدمه من خدمات لأبناء شعبنا، واستعدادنا اللامحدود أن نمضي قدما حاملين الأمانة، رافعين شعارنا ومطبقين له الشرطة في خدمة الشعب. سنظل نردد ليس فقط باسم جهاز الشرطة، ولكن باسم كل مؤسسة الأمن الفلسطينية التي نفتخر ونعتز أنها مؤسسة واحدة لها عقل واحد ولها قلب واحد ولها أذرع اختصاص مختلفة. سنظل نردد معا: لا تخافوا، لا تخافوا، لا تخافوا. مرة أخرى أشكركم وأبارك لكم احتفالكم، وليحفظ الله بلدنا وينعم عليه بالأمن والرخاء والحرية. شكراً.